أطلقت مجموعة من اللاجئين السوريين في إسبانيا بالتعاون مع عدد من المنظمات الصحفية المحلية والدولية مجلة بيننا الإعلامية المتاحة عبر الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية، وتقدم بيننا معلومات مفيدة ومهمة للعربي وللإسبان في آن، وهو ما يسمح ببناء جسور الانفتاح والاندماج. من درعا إلى مدريد، يستأنف هؤلاء الصحفيون السوريون عملهم في العاصمة الإسبانية بعد وصولهم إليها لاجئين قبل نحو عامين. مجلة بيننا مشروع صحفي باللغتين العربية والإسبانية أطلقه 6 صحفيين بالتعاون مع مؤسسات صحفية محلية إسبانية. يهتم المشروع بالقصص العربية في إسبانيا وتسليط الضوء عليها، إضافة إلى القوانين المتعلقة باللاجئين والهجرة. نالت قصة هؤلاء الصحفيين اهتمام الإعلام المحلي والعالمي، خاصة إتقانهم للغة الإسبانية خلال فترة وجيزة، ويأمل القائمون على المشروع الحصول على الدعم اللازم لاستكماله. قررنا تشكيل مجلة أو أي وسيط إعلامي لنقدم معلومات مفيدة للاجئين، ولتكون أيضا في ذات الوقت كجسر بين الثقافة العربية وإسبانيا. مؤسسة بوركاوسا الصحفية الاستقصائية الإسبانية التي عملت مع الصحفيين بالتعاون مع منظمة حماية الصحفيين الدوليين في نيويورك، وقدمت لهم الدعم لإنشاء المشروع، ترى أن التعاون يمكن أن يستمر مستقبلا في مختلف المجالات. كان الصحفيون الستة بالصدفة مع منظمة غير حكومية أخرى، وكان لدينا علاقة معها، تعرفنا على بعضنا لأننا صحفيون، وهكذا التقينا وقررنا أنه يجب القيام بشيء ما في المستقبل، نوع من التعاون يمكنك أن تقول. يتعاون الصحفيون السوريون مع نظرائهم الإسبان في طرق صياغة التقارير الصحفية كي توائم الجمهور الإسباني، أمر يثري التجربة الصحفية في كلا الاتجاهين. يأمل القائمون على مشروع مجلة بيننا أن يساهم في رفع وعي المهاجرين بحقوقهم ويسلط الضوء على معاناتهم هنا في إسبانيا. معاذ حامد، العربي، مدريد. ونرحب معنا من مدريد بموسى المصري، وهو صحفي سوري ومدير موقع بيننا. أهلا وسهلا بك معنا موسى. إذن هو مشروع رائع حقيقة، ليس لأنه يتوجه فقط للسوريين والناطقين باللغة العربية في إسبانيا، بل أيضا لأنه يتوجه للإسبان كذلك من خلال النسخة العربية، وينقل معاناة اللاجئين والمهاجرين هناك. أخبرنا أكثر عن طبيعة هذا التعاون الإسباني السوري، وكيف من الممكن أن يتطور. مرحبا بك وبجميع السادة المشاهدين. يعني بداية، مجلة بيننا هي مجلة إلكترونية أنشئت يعني بتعاون مع إسبان. الهدف الأساسي منها هو إيصال الصوت الحقيقي وإيصال الصورة الإيجابية للاجئين والمهاجرين في إسبانيا. نحن نعمل يعني باستمرار سوية مع الصحفيين الإسبان، ونحاول أن نطور من أنفسنا ونطور من العمل الصحفي يعني مماشاة، يعني بسبب الاختلاف الكبير بين الصحافة الغربية والصحافة العربية. تعلمين كم نحن كنا نعمل في الصحافة الحربية في سوريا، عملنا خلال الحرب ورأينا الاختلاف الكبير في الصحافة الغربية، لذلك نحن نتطور بشكل يومي. طيب موسى، أنتم بحاجة لدعم متواصل لضمان استمرارية هذا المشروع، لمن تتوجهون وكيف تنوون توظيف هذا الدعم؟ في الحقيقة إلى الآن يعني نحن أطلقنا هذه المجلة بجهود فردية ومساعدة بسيطة، يعني جزء بسيط فقط، ممكن مبلغ يكفي لشراء معدات بسيطة، كاميرا ومايكروفون ويعني أشياء بسيطة، يعني مساعدة رمزية. أنا اللي قلت لا، إلى الآن لم نصل إلى يعني هناك خطة، لا يوجد خطة. يعني نحن نرجو الدعم من المنظمات التي ترعى
الصحفيين وترعى مشاريع اللاجئين في العالم أجمع. نحن ننتظر يعني فرصة من الدعم للحصول على الدعم أو للوصول للدعم. على كل، لمجلة بيننا جمهوران كما قلنا، إسباني وعربي، وبالتالي هذا التواصل المهني السوري الإسباني كما كنت تحدثنا قبل قليل، أنه يعني الاطلاع على أسس المهنة في إسبانيا، إلى أي مدى أيضا يؤدي من جانبه إلى اندماج أكثر وتعاون على المستوى الإنساني والاجتماعي بينكم وبين الجانب الإسباني؟ بالتأكيد بالتأكيد، يعني نحن عندما نعمل سوية مع الصحفيين الإسبان هذا يولد معرفة لدى الإسبان، ربما نخبرهم بالقصص التي حدثت معنا في سوريا أو قصص. أنا أعطيك مثال، أنا اليوم أكتب مقال عن الانتخابات عن الانتخابات الإسبانية، التي هناك انتخابات في مدريد سوف تحصل في الرابع من مايو. أنا أكتب المقال مع زميلتي صحفية إسبانية، مشترك، مقال مشترك يعني، وأخبرتها عن الانتخابات في بلدي أو الانتخابات بشكل عام في البلاد العربية. لذلك يعني أعتقد أن هذا المزيج سنقوم، يعني هناك صورة نمطية سلبية لعديد من البلدان العربية وللاجئين والمهاجرين بشكل خاص. لذلك أعتقد أن يعني هذا الجسم أو الكيان الإعلامي سوف يوصل الصورة الصحيحة والصورة الإيجابية والصورة الحقيقية طبعا. طيب موسى، باختصار لو سمحت، كيف يمكن التواصل معكم لعرض القضايا شخصية كانت أم عامة؟ لم أسمعك جيدا السؤال. كيف يمكن التواصل معكم لعرض القضايا، يعني قضايا إنسانية، قضايا شخصية أم قضايا عامة؟ نحن يعني نستقبل كافه الافكار، يعني ما لدي التواصل معنا ليس امر صعب، يعني هناك منصتنا على على منصه الموقع الالكتروني والتواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام، لدينا حسابات بامكاننا جميع البحث والتواصل معنا بسهوله يعني. وسنتيب يعني بأسرع. أنتم على السماع، شكرا جزيلا لك من مدريد، موسى المصري الصحفي السوري ومدير موقع بيننا.